لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العراق في اليوم العالمي لضحايا أعمال العنف على أساس الدين والمعتقد، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، حياكم الله. يستذكر العالم اليوم وليس يحتفل باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف على أساس الدين والمعتقد. دكتورة، يعني هنا أين يقف العراق من مناهضة هذا الانتهاك المجرم بموجب المواثيق الدولية؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. وحي مشاهديكم الكرام. نعم، بالتأكيد كما تفضلت، هو ليس احتفال، نعم، أكثر من هو استذكار. ويعني بالنسبة للضحايا هذا العنف، هو تجديد لآلامهم عندما يتذكرون أحبابهم والذين فقدوهم وغيرهم، أو إذا كانوا هم بالذات هم ضحايا هذه الأعمال الإجرامية. العراق يعني كما هو معروف الآن وواضح للعالم، أن العراق لا يتصدى لهذه المسألة بأي شكل من الأشكال، لا من جهة الإنصاف لضحايا هذه الأعمال، ولا من جهة أخرى محاسبة من يقومون ومن يرتكبون بهذه الأعمال. ولذلك فإن في العراق المسألة لا زالت مستمرة، والعنف لا زال مستمر، ولا زال المجرمون الذين يريدون ارتكاب مثل هذه الأفعال الإجرامية قادرون على ارتكابها ومستمرون فيها دون أن يجدوا لهم أي رادع، ودون أن يتم انتصاف لضحايا هذه الجريمة من هؤلاء المجرمين. دكتورة فاطمة، حالات الإخفاء القسري وأيضا الاعتقالات المتكررة في مناطق معينة، وأيضا الاتهام بارتكاب جرائم تندرج تحت المادة الرابعة من قانون الإرهاب الجنائي، هل تندرج هذه الأفعال، حالات الإخفاء القسري والاعتقالات، هل تندرج ضمن أعمال العنف على أساس طائفي؟ حالات الإخفاء القسري هي تعتبر في نظر القانون الدولي هي من جرائم التعذيب. طبعا هي حالات، هذه الحالات هي مجرمة، وإذا كانت تستند على أساس إرهابي وتحريضي وعنف، هذه يعني تأخذ أبعاد أكثر. يعني العنف هو بحد ذاته يعني مصطلح يندرج تحته الكثير من الأساليب، ومن ضمنها هو ارتكاب الأعمال الإرهابية وغيرها. ولذلك المادة 4 إرهاب، رغم من احتوائها على العديد ومن ضمنها التعريف الذي هو في أولها الذي يعرف العمل الإرهابي على أساس أنه عمل إجرامي ويعدد، هناك في الحقيقة لا زال يقتصر إلى بعض التشريعات التي يجب أن تضاف إليه و تقوم بتحديد هذا العنف وهذا التحريض على الطائفي وغيرها بصورة أوضح، وبالتالي توضع العقوبات على هذا الأساس. وهذا الحقيقة لم يتم، لا زال هذا التعريف يحتمل الكثير. إضافة إلى ذلك، فإن هذه المادة يتم استغلالها من قبل هذه الحكومة وميليشياتها لأغراضهم الشخصية، دون أن يتم استخدامها من جهة أخرى لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية، سواء كانوا ينتمون إلى المؤسسات الدولة أو إلى الميليشيات. في هذه النقطة دكتورة، في هذه النقطة لو سمحت لي، إذا أردنا أن نلقي بالمسؤولية المقابر الجماعية التي دفن فيها عشرات وربما المئات والآلاف بعد تصفيتهم على أساس طائفي، من يتحمل مسؤولية هذه الدماء دكتورة؟ بالتأكيد الحكومة هي التي تتحمل هذه المسؤولية أولا وأخيرا، بجميع السلطات التي تقع على عاتقها هذه المسؤولية. والحقيقة هي ليست مسؤولية فقط مثلا وزارة الداخلية أو الجيش أو الشرطة، تدخل في ضمنها الكثير من الأقسام التي تتحمل هذه المسؤولية. إضافة إلى ذلك، الميليشيات التي المنفلتة التي تحمل السلاح وتمارس أنواع من الإرهاب، ومن ضمنها الإخفاء القسري، وتقوم بقتل الناس ورميهم في المقابر الجماعية، هذه هي مسؤوليتهم الأولى. أيضا إضافة إلى ذلك، المجتمع الدولي الذي يتصله هذه ويسمع بهذه الأخبار ويطلع على يعني توثيقات لعديد من المراكز والمكاتب والمؤسسات
التي تقوم بإيصالها إلى الأمم المتحدة ويسكت ولا يمارس دوره الفاعل من أجل أن يطبق، خاصة وأن هذه في القانون الدولي يوجد لها بنود ويجرمها القانون الدولي. إذن هناك حقيقة تقصير من جهات عديدة باتجاه الدفع بهذا الموضوع من أجل الحد من هذه الجرائم والانتصار في ضحاياها. طيب دكتورة، منظمة Human Rights Watch أكدت في تقرير لها أن السلطات الأمنية في العراق متورطة في عمليات قتل طائفي. هذا الإقرار إذا ما ضمناه لشهادات شهود عيان، ما الذي يفيد الأهالي من وراء هذا التقرير دكتورة؟ يعني يجب أن يعلم الأهالي أنه حتى لو أنهم فقدوا مات توفي من ارتكبت بحقه هذه الجرائم، فإن على الأهالي مسؤولية يجب أن يعلمها جيدا، أنه إذا خاصة إذا كان هذا الضحية بريء فيجب إثبات براءته حتى لو كان متوفي. الجرائم لا تسقط، الانتصار في الضحايا حتى بعد موتهم إذا كانوا حتى لا نعرف أين مكانهم، يجب أن يجب المساهمة بمعرفة المكان. ولذلك على العوائل تقع مسؤولية كبيرة، وهو أن يصلوا صوتهم لمختلف المراكز، لمختلف المؤسسات التي تعمل والحقيقة تبحث عن شهود، تبحث عن ضحايا حقيقيين تستطيع اللقاء بهم، تستطيع أخذ شهاداتهم، تستطيع أخذ موافقتهم على تقديم شكاوي. كل هذا سوف يدفع الأمم المتحدة رغما عنها، حتى لو لم يعني ترغب بذلك، لأنه توجد أدلة أمامها لا تستطيع أن تعمي عينيها وأن تصم أذانيها عن ما يحدث. لذلك فسوف يكون هناك تحرك حتى لو طال الزمن. المسألة هي مسألة تثابر وتضامن الجهود بين أهالي الضحايا وبين هذه المؤسسات التي تعمل على إيصال أصواتهم وإيصال شكاويهم إلى المنظمات التي تستطيع عن طريق الضغوط السياسية الدولية أن تضغط على العراق. ونحن نعرف الآن جيدا أن العراق عليه ضغطا شديدا من خلال ما نراه من تحركات خجولة، حتى لو أننا لم نرى لحد الآن فعلا حقيقيا وأثرا حقيقيا على أرض الواقع، ولكن هناك حقيقة مؤشرات تؤشر أن هناك ضغط كبير تعرض له العراق بسبب الضغوطات الدولية وما تصل من معلومات للمجتمع الدولي. دكتورة، لو نعود بذاكرتكم للوراء، زرتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب لجنة مناهضة التعذيب، كيف ينظر المجتمع الدولي للوضع في العراق؟ في الحقيقة هو ليست زيارة، هي كانت الاجتماعات ضمن الاجتماعات الدورات التي تعقدها الأمم المتحدة، ويتم يعني عرض ومناقشة التقارير التي تصلها من مختلف الجهات، سواء الجهات الحكومية أو حتى الجهات الغير الحكومية من خلال منظمات الغير حكومية، ويتم خلالها إطلاعهم على ما يصلنا من تقارير ومن شهادات شهود ومن شكاوي تصل على من خلال الضحايا التعذيب الذين تعرضوا لهذا الفعل الإجرامي. نعم دكتورة. ونعرضها على هذه اللجنة. الحقيقة هناك تجاوب وهناك يعني تحركات باتجاه هذا الموضوع، وقد رأينا ذلك من خلال زيارة اللجنة المعنية بالإخفاء القسري، حيث أن الإخفاء القسري هو جزء من جرائم من لجنة التعذيب، إضافة إلى زيارة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الزيارة الأخيرة للمفوض السامي لحقوق الإنسان. كل هذه مؤشرات تدل على أن هناك في الحقيقة تحركات لهذا المجتمع الدولي بسبب ما الظلم الذي يقع على الكثير من دكتورة. العراقيين الذين وقعوا ضحية هذه الجرائم. عبر سكان من لندن، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم.